السلة إن شاء الله باكر أو بعد غدا راح تنطلق السلة الغذائية. حاليا إحنا جعدة الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة، وتشمل السكر والزيت إضافة إلى الطحين، إضافة إلى الشاي، إضافة إلى الحليب. أصلنا ثلاثة أيام بدنا تجهيز الرعاية الاجتماعية السلة الثامنة. إن شاء الله يوم 20 يوم 21 نبدأ بالسلة الغذائية الثامنة. ما يعني مواد متوفرة، ما عندنا أي مشكلة، بس إحنا عندنا نظام العمل نمشي عليه. نعم، يعني هسه حاليا ممكن إنه توزعون، ممكن عندكم خزين؟ عندنا خزين، احنا قلت لك مواد كامله عندنا، يعني اذا اطلقناها ان شاء الله بقى يوم 20 يوم 30 نكمل 10 ايام اغطي الموصل ان شاء الله، اقل من 10 ايام. زين، ماكو مواد مستحدثه لنفس المواد؟ والله يظل على العام الجديد على الميزانيه، تعرف احنا تخصيصات ماليه من الوزاره، اذا اضافوا تخصيصات ان شاء الله اكو مواد، وهي انا اقول لك على تحسن راح تمشي السله الغذائيه ان شاء الله عن قريب، يعني على تحسن على العام الجديد ان شاء الله. بالنسبه لوجبه الرعايه، يعني ما هي المواد اللي مشموله بها؟ الرعايه مشمول كيلو سكر، كيلو طحين صفر تركي، 200 غرام شاي، 250 حليب، بطل زيت. الرعايه الاجتماعيه مجانيا، ممنوع المواطن يدفع اي دينار، هي مجانيا، قطعها مجانيا، توزيعها مجاني، ممنوع يدفع اي دينار على الرعايه الاجتماعيه. واي واحد ياخذ من الوكيل يراجعنا او يراجع الرقابه التجاريه.